انترفيو. اهلا وسهلا عودة من جديد، وصلت لمواد معكم في اكسبريسو في اولى حواراتنا لليوم، باش نرجعوا على الارقام الاخيرة بخصوص ارتفاع نسبة التضخم لشهر جوان اللي وصلت الى 7.3% في ارتفاع طفيف مقارنة بماي 2024 اللي كان 7.2%. مجددا نسبة التضخم تشهد ارتفاع تقريبا، والارتفاع قاعد يتواصل رغم استقرارات نوعا ما في فترات معينة، لكن نسبة التضخم قاعدة في ارتفاع متواصل من حين الى اخر. شنو هي الاسباب اللي تخلي تواصل ارتفاع نسبة التضخم ولا استقرارها لفترة قصيرة ثم عودتها للارتفاع من جديد، وكيف شنو هي الحلول العملية اليوم لايقاف الارتفاع هذا في نسبة التضخم؟ معنا استاذ الاقتصاد رضا شكونديلي. صباح النور استاذ، اهلا وسهلا. صباح النور، اهلا وسهلا وشكرا على الاستضافه. مرحبا بك استاذ رضا. 7.3% هي نسبه التضخم المسجله لشهر جوان مقارنه ب 7.2% خلال شهر ماي من سنه 2024. نسبه التضخم تواصل الارتفاع، سؤالنا شنو هي الاسباب اللي خليت نسبه التضخم خلينا نقولوا في ارتفاع متواصل رغم استقرارات نسبيا قصيره لفترات قصيره، لكن في كل مره بعد استقرار قصير لفتره قصيره الا وتشهد ارتفاع من جديد؟ خلينا نقول اولا انه نسبه الارتفاع هذا طفيف، ماهوش كبير برشا، 7.3 مقارنه ب 7.2. نعرفوا احنا انه التضخم المالي بعد فترة نتاع انحدار وصلت فيها الاسعار الى حدود 10.4% في خلال بداية سنة 2000 في شهر فيفري 2023. يعني مستوى الاسعار وصلت الى مستوى عالي جدا. من بعد دخلنا في عام تقريبا تاع منحة تنازلي. المنحة التنازلي هذا لا ماهوش معناه الاسعار قاعده تنخفض، هو نسبه الارتفاع نتاع الاسعار قاعده تنخفض، وصلنا الى حدود 7.2 واستقرت الى مده شهرين. يعني في شهر ابريل وماي قعدنا في 7.2، ولكن في شهر جوان شفنا فما عودة إلى المنحة التصاعدي نتاع التضخم المالي، وهذا في الحقيقة يقلق، وفي الحقيقة في كل الحالات يقلق، لأنه معناها اللي يهم المواطن التونسي ليس نسبة التضخم، يعني المعدل العام. المعدل العام هو يصلح لرسم السياسات الاقتصادية و لرسالة للمؤسسات الدولية، خاطر ما يهمها المؤسسات الدولية هي المؤشرات الماكرو اقتصادية وخاصة التضخم المالي، اللي ما يخليش فما ضغط على مستوى البنك المركزي أنه باش يزيد في نسبة الفائدة ويزيد يخلق إشكالات على مستوى الإنتاج، يعني النمو الاقتصادي. ولكن في الحقيقة رأوا بالنسبة للمواطن التونسي اللي يهمه حاجتين. الحاجة الأولى هو المواد الأساسية اللي هي خاصة المواد الغذائية وبعض الخدمات، خاصة منها الصحة والتعليم. احنا كي نشوفوا توا التضخم المالي للمواد الأساسية اللي هو يعتبر المقياس الحقيقي اللي يتحسس به المواطن التونسي الارتفاع الحقيقي للأسعار، مش معناها؟ معناها تدهور المقدرة الشرائية نتاعو. شفناه انه الحمض الضان مثلا ارتفع ب 24.3%، يعني 3 أضعاف المعدل العام. لحم البقر ب 16%، أكثر من ضعفين. الأسماك ب 12%، الزيوت الغذائية ب 20.5%، التوابل 16.7%، الخضر 12.1%، القهوة 35%، الملابس 10%، وحتى القطاع الصحة والتعليم. يعني شفنا كيفاش أنه الأسعار بتاع الدواء زادت ب 13.4%، وأسعار الكتب المدرسية ب 14.9%. هذا هو في الحقيقة اللي يهمه المواطن التونسي. والمواطن التونسي ما يتبعش الأسعار مقارنة بشهر جوان تاع مع منول. كان تقول له شنو طريقة قارنه بشهر جوان مع منول، يقول لك والله ما نجم، ما نسيتش، نسيت. ذاكرة نتاعو قصيرة المواطن التونسي، يتفكر مقارنة بالشهر الفارق. كي نقولوا بالشهر الفارق
يعني مقارنة بشهر مي نلقاو زيادة تاع 0.5% مقارنة بشهر مي، وهذا نشوفوه احنا في الأشهر الكل تقريبا فما زيادة. اش معناها؟ معناها كانوا نمشيو في المقاربة نتاع المواطن التونسي اللي هي تمشي في التضخم المالي بالانزلاق الشهري وليس بالانزلاق السنوي، نلقاو دائما الأسعار في تصاعد مستمر. خلينا نكون صرحاء مع الشعب التونسي، رانا ما رانا كي نقولوا احنا التضخم المالي قاعد يطيح، راهو المواطن التونسي يفهم كون الاسعار قاعده تنزل، وهذا مش صحيح. جوستوم هذه الفكره سيدي، المواطن التونسي لازم نقولوا له الحقيقه انه الاسعار قاعده ترتفع، ولكن قد لكن النسق نتاع الارتفاع هو انخفض، ولكن انخفض شنو؟ احنا قدر وصلنا معناها في وقت من الاوقات 10.4%، 10.4% يعني الاسعار ارتفعت بصوره كبيره وكبيره جدا. المستوى نتاع الاسعار وصل الى حد لا يطاق بالنسبه للمواطن التونسي. وابتداء من هيك الحد هذاك ما لقيناش في شهر من الاشهر يعني نسبه تضخم مالي بالانزلاق الشهري سالبه نيجاتيف، ديما ثم البوزيتيف. ايش معناها؟ معنى الاسعار قاعده تزيد والمستوى نتاع الاسعار قاعد يزيد وقت اللي وصل الى مستوى عالي وعالي جدا، وهذه هي الحقيقه اللي يحس بها المواطن التونسي. اللي فهمته من عندك سيدي ذا وانه الاسعار بالنسبه للاسعار بصفه عامه قاعده تزيد وترتفع، لكن نسبه الارتفاع خلينا نقول ولا نسق الارتفاع هو اللي فيه نوعا ما تراجع، معناتها كان النسق سريع جدا للارتفاع، نسبه للارتفاع الاسعار تراجع النسق هذا الريتم ولا اقل، لكن الاسعار قاعده في ارتفاع متواصل. وكما قلت لنا اذا كان نحسبه معناتها شهريا فانه قاعدين المواطن قاعد يحس في زياده. انا والله لاني كل شهر الاسعار اكثر من الشهر اللي قبله، وبالتالي هو المحرار وهذا هو المقياس الحقيقي بالنسبه للمواطن التونسي العادي، لانه هو يتفكر الشهر اللي فات قداش اخذ السلعه هذيك ولا قداش القطعه هذيك وكذا، ولكن يشوف فيها قاعده الاسعار نتاعها قاعده تزيد، وبالتالي المقاربه الصحيحه اللي هي تعكس حقيقه الاسعار هو الانزلاق الشهري وليس الانزلاق السنوي. شنو هي اللي يخلي نسق الاسعار في ارتفاع متواصل سيدي ذا؟ لهنا معناتها نظرتك كاقتصادي، هل هي مساله الطاقه، استيراد الطاقه معناتها هي اللي قاعده تتحكم في ارتفاع الاسعار، هل هو نقص الموارد الماليه عند الدوله التونسيه، ما يحدث في العالم وارتفاع الاسعار، كل واحد نحب نفهم نظرتك للارتفاع المتواصل هذا شنية أسبابه؟ احنا خلينا نشوف الساعة السلطات التونسية وخاصة البنك المركزي والذي يعتمد على مقاربة يعني تتهم العائلات التونسية اللي هي المتسببة الرئيسية في التضخم المالي. شقول البنك المركزي وهي المقاربة الرسمية للحكومة التونسية، يعني تقول كونه العائلات التونسية قاعدة تستهلك بصورة كبيرة وخاصة استهلاك المواد الموردة، وبالتالي هذا يحدث من عنه عجز تجاري يتفاقم من شهر إلى شهر، وبالتالي الدينار التونسي يتراجع ويعطينا تضخم مالي مستور. هذا كي نشوفه الواقع التونسي مش صحيح، لأنه العجز التجاري مش قاعد يتفاقم من شهر إلى شهر، وقاعد نشوفه في المنحة تنازلي على مستوى العجز التجاري، كما نتكلموا نقولوا العجز التجاري في تونس قاعد يتحسن، هذه حاجة. ولكن فما مشكل في العجز التجاري راهو ماهوش في المواد الاستهلاكية، على خاطر العجز التجاري بالنسبة للمواد الاستهلاكية لم يسجل يعني عجز، بل هناك فائض. العجز موجود وين؟ موجود أساسا في الطاقة. نعطي رقم فقط، في بداية هذه السنة خلال الأشهر الأولى لهذه السنة سجلنا عجز تجاري ب 4.8 مليار دينار، منه من 4.8 عن 4 كاملين عجز طاقي، يعني مشكل في الطاقة، عندنا مشكل في توريد الطاقة وليس في توريد المواد الاستهلاكية. يا سيدي نقولوا الطاقة مواد مادة استهلاكية، شكون يورد فيها؟ يورد فيها المواطن التونسي، تورد فيها الدولة عن طريق المؤسسات نتاعها العمومية، وبالتالي عندنا إشكال على مستوى الطاقة. خلينا نمشيو احنا للب الموضوع والمشكلة الرئيسية،
ما هيش في الاستهلاك، يعني ما هيش في الطلب. يعني وين موجود؟ هو خلل موجود في سوق السلع والخدمات بين العرض والطلب. فما مشكل في العرض، فما عوائق على مستوى العرض، عوائق على مستوى الإنتاج، فما عوائق على مستوى الاستثمار الخاص من مناخ أعمال ومن إدارة فيها إجراءات عديدة ومن معناها نسبة جباية عالية ومن نسبة فائدة عالية إلى آخره. ما تخليش فما يعني انطلاق على مستوى المعروض من السلع والخدمات. والدليل على ذلك أنه في بداية هذه السنة سجلنا انكماش على مستوى النمو الاقتصادي ب 0.2% وماشيين في الانكماش اللي كانوا نواصله في نفس السياسة. يعني المشكل ليس في الطلب، يعني في الاستهلاك الخاص، هو مشكل في العرض في المعروض، ومشكل في العجز الطاقي. يعني هذوما يلزم الحكومة التونسية تتطرق إلى هذه المشاكل. خطر جربنا قديش من عام سنوات وإحنا نقول وإحنا المشكل راهو في الاستهلاك الخاص ويلزم نزيدوا في نسبة الفائدة باش نقلصوا القروض الاستهلاك بالنسبة للمواطن التونسي، والنتيجة أنه كلفة زايدة على مستوى الاستثمار اللي خلات المعروض في السوق قاعد ينقص. والحكومة التونسية ما عندهاش القدرة لتعديل السوق، لأنه يلزم موجودات من العملة صعبة كبيرة، وإحنا عندنا ديون، شنو نعملوا؟ نجيبوا نخلصوا ديونا ولا نعدلوا السوق من المواد الاستهلاكية؟ وبالتالي يلزم نفهموا حقيقة الوضع، لأنه يزينا مهلوجو إلى الترفيع في نسبة الفائدة، والبنوك المركزية الكبرى في العالم كما في أوروبا وفي أمريكا فهموا الوضعية ولقاوا كونه المواصلة في التمشي في الترفيع في نسبة الفائدة راهو أضر بالنمو الاقتصادي وعطى انكماش. وبالتالي بدأت فما مراجعات على مستوى هذه السياسة، وفما بنوك مركزية كبرى مشيت في التخفيض على مستوى نسبة الفائدة. أعطينا نمشي، وأنا قلت نمشي للأصل الإشكال، ما عندنا عجز تجاري كبير برشا هو العجز الطاقي ولا وبالتالي وهذا اللي قاعد يعطينا الإشكال الحقيقي. هات نمشي في سياسة طاقية، خاصة وأنه المحافظ الجديد للبنك المركزي هو مختص في الطاقة، وبالتالي يمكن أن يطبق هذه السياسة في البنك المركزي عوضا عن الإصرار على أنه نمشي في السياسة النقدية الحذرة والترفيع في نسبة الفائدة المديرية. اليوم عجز طاقي يتجاوز نسبة 80%، يتسبب في إشكال مالي في ارتفاع نسبة التضخم، اللي فهمته من كلامك أستاذ رضا شكونديلي، وأن اليوم نظرة البنك المركزي لمسألة ارتفاع نسبة التضخم ينظر لها على أساس الاستهلاك، وأن المستهلك التونسي يستهلك سلع موردة كثيرة، هذا في الواقع يظهر لي كما أشرت له أنت وكما التوينس اللي سمعوا فينا الكل ما هوش صحيح برشا. بربي شوف أنت عندك المواد الاستهلاكية، فما مواد غذائية فلاحية أو مواد معناها غير غذائية، يعني ملابس وما شابه ذلك. يا أخي توا احنا الغذائية شكون يجيب فيهم؟ والمواطن التونسي في مواد دواوية، كانوا ديوان التجارة ولا ديوان الحبوب ولا كذا، يعني الحبوب هي مادة استهلاكية صحيح، ولكن يجيبش فيها المواطن التونسي، يجيب فيها الدولة، وبالتالي العائلات التونسية بريئة من تهمة التسبب في التضخم المالي باش نزيدوه ما احنا في نسبة الفائدة باش ما يمشوش ياخذوا قروض ويستهلكوا مواد موردة. انت كي تجي تزيد في نسبة الفائدة يا اخي تنجم تجبر الدولة باش تنقص في التوريد نتاع الحبوب ولا نتاع القهوة ولا نتاع كذا. يا ودي الدولة راهي قاعدة تقترض بمبالغ كبيرة وكبيرة جدا من السوق النقدية، زيد في نسبة الفائدة ولا ما تزيدش، هذا باش يخدم فقط البنوك التونسية اللي قاعدة تحقق في أرباح كبيرة وكبيرة جدا من جراء لجوء الدولة للاقتراض الداخلي. واضح. تبقى معايا سيري ذا، خلينا تحدث على مسألة العجز الطاقي، شنية الحلول اليوم اللي ممكن تمشي فيها الدولة لحل هالإشكال هذا ومن خلاله حل الارتفاع المتواصل لنسبة التضخم؟ تبقى معنا سيري ذا شكونديلي، فاصل قصير ونرجع نواصل الحوار معك.
نسبة التضخم واضح اليوم من خلال القراءة اللي قدمتها السيد، وأنه الإشكال اليوم على المستوى العجز الطاقي واللي قاعد يتسبب في ارتفاع نسبة التضخم أكثر من 80% عجز طاقي في تونس. إيش هي الحلول الممكنة السيد رضا شكونديلي للتحكم في هذا العجز الطاقي؟ والله أنا قلت معناها المسألة واضحة وضوح الشمس. علاش هالإصرار هذا على السياسة النقدية الحظيرة اللي معناها خلت عليها عديد البنوك المركزية في العالم؟ قلت أنا باش نقاوم التضخم المالي ونقاوم كذلك العجز في الميزان التجاري، نسرعوا في الاستثمار في الطاقة الشمسية من خلال تشجيع المستثمرين الخواص والعائلات التونسية من تركيز اللاقيتات هذوما الفوتو والفولتايك. وقلت انه القطاع هذا راه قطاع قاعد يعيش في اشكالات كبيره جدا، خاصه انه اللي باش يستثمر في الطاقات المتجدده في الفوتو والفولتايك راه يلزمو حصول على رخصه من وزاره الصناعه وبشروط محدده لها الاداره. وبالنسبة للمواطن التونسي اللي يحب يعمل الفوتوفولتايك لداره يلزمه يوفر على قليلة ثلث المبلغ المطلوب، وعطيت حتى مثال متاع تركيز الوحدة بحجم 4 كيلوات هذا في تقريبا في حدود 15,000 دينار. يلزم المواطن التونسي يوفر 5 و10 تعطيهم ستيك، لكن ستيك تعطيهم باللجوء الى قرض من البنوك، والبنوك هذيك تاخو على العشرة ملايين تاخو انتريس بثلاثة ملايين وستمائة وخمستاش، وهذا مبلغ كبير برشا 36% تقريبا. وهذا مش معقول لانه اذا كان البنك المركزي وهذا من بين التوصية اللي قلته يقرض مباشرة ستيك بدون أن ستيك تلتجئ إلى الاقتراض من طرف البنوك الخاصة، هذا باش يوفر تقريبا 3,615 دينار للمواطن التونسي، يعني مش ما منزوم عليه باش يوفر ثلث، يعني 5,000 دينار يوفر يربح 3,600,000، يعني يوفر فقط 1,500 فقط في عود 5,5,5,5 ملايين. وشفنا وريت كونه مش معقول انه البنك المركزي يقعد يتخرج على الوضعيه هذيلا ويخلي البنوك يعني تربح اموال طائله من جراء مشروع وطني له تداعيات جيده على مستوى الاقتصاد التونسي من خلال التحكم في العجز التجاري وما له من تداعيات جيده على قيمه الدينار التونسي وكذلك مقاومه التضخم المالي. البنوك يخليوها بالطريقه هذيلا قاعده تربح في ارباح في جرة مشروع وطني مفيد بالنسبة للاقتصاد التونسي. البنك المركزي لابد أن يقرض الشركة الوطنية للكهرباء والغاز بدون فائدة حتى نتمكن جميعا من تحقيق هذا المشروع الوطني اللي عنده معنا تداعيات جيدة جدا على توازناتنا الخارجية وخاصة على التضخم المالي. يعني ايش نحب نقول انا؟ يعني عائله تونسيه وقت باش تركز هي الفوتوفولتايك الفاتوره نتاع ستيك باش تنخفض بصوره كبيره وكبيره جدا. صحيح. هذه تمثل المقدره الشرائيه للمواطن اللي هو والمقدره الشرائيه تتحسن بصوره جيده، وهذا شنو نحبوه احنا، خطر الغايه من التحكم التضخم المالي هو تحسين المقدره الشرائيه للمواطن التونسي. والمؤسسه الاقتصاديه اللي باش تركز الفوتوفولتايك هذا كذلك باش يخفض الكلفه نتاعها على مستوى استعمال الالكتريسيتي، وبالتالي هذا ينعكس على الاسعار ستنخفض. ما هو البنك المركزي المهمه نتاعو الاساسيه وهو مقاومه التضخم المالي. هاي الطريقه سهله وما فيها حتى شيء، يقرض الستيك بمبالغ يعني باهيه تشجع العائلات وتشجع كذلك المستثمرين الاستثمار في الطاقات المتجددة بدون فائدة وبدون خوف من أنه الإقراض هذا باش يعطيه تضخم مالي. ما يعطيهش تضخم مالي لأنه باش يعطي تقليص على مستوى الكلفة للمواطن التونسي والمؤسسات، وبالتالي يعطينا تخفيض على مستوى التضخم المالي. الإقراض
بدون فائدة للشركة الوطنية للكهرباء والغاز من طرف البنك المركزي يسهم في التحكم في الأسعار ولا يلهب الأسعار. هذا ممكن الإقراض المباشر من البنك المركزي لشركة تونسية للكهرباء والغاز في ظل القانون الحالي اللي وستيو أكتويل نتاع البنك سنترال؟ يعني شوف احنا متو مش البنك المركزي فقط روح حتى الحكومة الدولة وقت اللي التوريد نتاع اللاقيتات الشمسية هذه الفوتوفولتايك تخضع إلى نسبة أداءات جمركية ب 10% والقانون المالي لسنة 2024 ينوي الترفيع فيها إلى 30% ابتداء من جانفي 2025 وتدفع أداءات أداء على القيمة المضافة ب 7% هذوما كل الأداءات راهي كلفة إضافية بالنسبة للمواطن التونسي تولي له غالية برشا ما عادش يمشي للفوتوفولتايك راهو معناها حتى الدولة يلزمها تراجع السياسة الجبائية بتاعها في إطار التشجيع على مستوى الطاقات المتجددة وبالتالي أنا نقول للدولة يلزمها تراجع الأداءات هذوما وتخفض فيهم ولما لا تاخذ 0% على مستوى الأداءات بالنسبة للطاقات المتجددة وكذلك البنك المركزي لابد أن يقرض الشركة الوطنية للكهرباء والغاز بدون فائدة حتى يكون هذا المشروع الوطني يعوض السياسة النقدية الحذرة التي كانت لها تداعيات سيئة على مستوى النمو الاقتصادي ولم تتمكن من ضبط الارتفاع المهول من الأسعار. أنا باش نزيدك إضافة أستاذ رضا شكونديلي، اليوم فما مؤسسات تونسية تصنع اللقطات الفوتوضوئية وبجودة عالية وتصدر فيها للخارج، دونك عملية استيرادها لليوم ما فهمتش علاش ما زلت موجودة وقت اللي احنا عندنا مؤسسات اليوم تصنع في تونس وتصدر حتى للخارج، وحتى اليوم على مستوى تركيب اللقطات الفوتوضوئية في بلادنا المؤسسات هذه توفر هالمنتوج هذايا وتوفر هالخدمة هذه حقيقة إشكالية كبيرة ويجب مراجعتها في خصوص الطاقات المتجددة. هنا في النقطة هذيلة سي أسامة في النقطة هذيلة راهو هما علاش الأداءات الجمركية سوا ديزون لحماية المستثمرين اللي قاعدين يستثمروا في إنتاج في الهدوم نتاع الفوتوفولتايك راهو أنا حسب ما نعرف أنه المؤسسات هذيلة تعمل في عملية المونتاج وبالتالي القيمة المضافة حتى شيء يعني فما قطاع يجيبوا فيهم البرة ويعملوا المونتاج ويعملوا الإكسبورتاسيون وبالتالي ما هيشي ما فماش قيمة مضافة ما معنى هامة اللي تخلينا احنا نحميه الصناعة هذيلة من المنافسة وبالتالي يعني نزيدوا في الأداءات الجمركية على مستوى البانو هذوما فوتوفولتايك إذا كان ثم قيمة مضافة يعني تعطينا دفع على مستوى النمو الاقتصادي وتعطينا تداعيات جيدة على مستوى التشغيل فهذا جيد أما إذا كان احنا باش نمشيو في تشجيع الصناعات اللي هي تعمل في عملية المونتاج فقط يعني ما فماش قيمة مضافة هذا لابد من إعادة النظر في هذه السياسة التي تحمي قطاعات ليست لها قيمة مضافة عالية نعرف أنه القطاعات اللي ما عندهاش قيمة مضافة عالية ما تشغلش يد عاملة مهمة خاصة على مستوى اليد العاملة الكفء واضح شكرا لك أستاذ رضا شكونديلي أستاذ الاقتصاد على تقديم خلينا نقول قراءة لتواصل ارتفاع نسبة التضخم وتحليل التأثيرات ارتفاع نسبة التضخم اليوم على القدرة الشرائية للمواطن التونسي وعلى الاقتصاد بصفة عامة على الوضعية المالية للبلاد والحلول العملية اليوم اللي ممكن تمشي فيها مقاربات غير المقاربات اللي قاعدة يمشي فيها البنك المركزي بسياسة حذرة اليوم في ترفيع في نسبة الفائدة دونك اليوم هاو تتقدم مجموعة من الحلول العملية اللي ممكن نمشي فيها بشكل بمقاربة أخرى لحل الإشكالية هذه شيئا فشيئا والتخفيض في نسبة التضخم والتحكم فيها بشكل جيد شكرا لك أستاذ رضا شكونديلي احنا مازال نواصلوا معكم في إكسبريسو وبعد شوية إن شاء الله باش نتحدثوا على السباق نحو الانتخابات الرئاسية ينطلق فعليا بعد إعلان هيئة الانتخابات نهاية الأسبوع اللي تعدى في ندوة صحفية عن رزنامة الانتخابات الرئاسية 6 أكتوبر 2024 يكون معنا إن شاء الله بعد شوية رئيس شبكة مراقبون فحاجي الحديث على الانتخابات الرئاسية أكتوبر 2024 بعد فاصل قصير